جربتي قبل كده تعملي مساج للبيبي؟ عايزه اقولك ان هو من اهم ادوات التواصل بين الام والطفل حديث الولاده، لان هو بيساعد الطفل على الاسترخاء، فتقدر الام تستخدمه في عمل روتين لنوم البيبي. من اهم فوائد المساج انها بتريح بطن الطفل وبتقلل عنده الغازات وبتحسن عنده الدوره الدمويه، وكمان بتخلي وزنه يزيد بشكل افضل. ومن اهم فوائده بالنسبه للام ان هو بيحسسها انها قادره تتواصل مع الطفل وبيخلي حالتها النفسيه سعيده. اختاري وقت مناسب لعمل المساج، وعاده بيكون احسن وقت هو بين الرضعات، يعني ما يكونش الطفل ولا جعان قوي ولا بطنه مليانه عشان يقدر يستمتع بالوقت ده. خلي درجه حراره الاوضه تكون مناسبه علشان خاطر الطفل ما يكونش حران او بردان، وكمان اختاري اوضه تكون فيها الجو هادي عشان تقدري تتواصلي مع الطفل بشكل افضل. ودلوقتي تعالي اقول لك ازاي هنعمل المساج. اول حاجه حطي فوطه او ملايه تحت الطفل وقت المساج، وتقدري انك تستخدمي الغنى او انك تتكلمي معاه علشان خاطر تتواصلي معاه بشكل كويس. استخدمي جونسونز بيبي اويل بريحه اللافندر، واللي بتساعد الطفل على الاسترخاء وانه ينام بشكل اعمق. تقدري تحطي شويه بين صوابعك وتدعكيهم علشان خاطر يبقوا دافيين، وتبتدي تعملي المساج للطفل. ده بيخلي جلد الطفل مترطب اكتر وبيخلي المساج اسهل وممتع اكتر. لما تيجي تعملي المساج ابدأي بمنطقة الرجلين، وبعد كده البطن والصدر والدراعات، وآخر حاجة عند الوش ورا الودان. شوفي ردود فعل طفلك عشان تعرفي الحركات اللي بتضايقه والحركات اللي بتبسطه في المساج، ولو الطفل ابتدى يعيط اعرفي ان هو اكتفى كده خلاص وما تكمليش. وخلي هدوم الطفل تبقى جنبك عشان اول ما تخلصي مساج تلبسيه على طول وما يبردش. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. سيبيلي في التعليقات امتى اخر مرة عملتي للطفل مساج وكان ايه رد فعله، واستنيني الحلقة الجايه.